My patient, 9 years old. Our patient, 9 years old. صوتي ضعيف رشا. بس لحظة. هسه أستاذ. واضح. 9 years old male child present with right lower limb hyperatrophy. نعم. سيتي سيتي سكان. بس خلي. دكتورة راح أبدو وياك بالإكسيال. إيه أنا هلا. تحبين أكبر لك الصورة؟ لا لا أوكي. Then young with the hypertrophy of the right lower limb. واحنا نقدر نشوف اكو فد discrepancy بالسايز بين يعني واضح بين الرايت والليفت واكو multiple subcutaneous serpingineous خلينا نقول ليجن يعني extending تقريبا بادي من الليفل مال الهيب جوينت وانكريزنج از وي جو داونورد. اكو فوساي مالتيبل فوساي اوف هايبر دنسيتي تبين ثرو ذا ليجنز. يمكن هو هسه احنا بالارتريال فيز يمكن نحتاج نحول بون ويندو حتى نتاكد اذا هي تبقى لو لا. هو على هاي البيكتشر اللي هي هايبر اتروفي بالمسل وباللمب سايز وهاي المالتيبل سيربنجينيوس ليجن اللي هي تمشي ويا الانجيو ديسبليجيا اللي هو الانجيو سكيليتال ديسبليجيا اللي احنا يعني نعرف اسم اتصور احنا شايفينها مره كيس بالسكند اللي هي الكليبل ترينوني سندروم قدمناها بوقتها انه تكون اكو يونيلاترال. تقدرين تحطي لي دكتوره بس على بون ويندو بالاكسيال ترديها دكتوره لكورونا هو هذا هذه حتى تشوفي الاكستنشن حتى نقدر نشوفه اي الاكستنشن هو بادي من تقريبا حتى ابوفها من الهيب جوينت بادي من اللور. نقدر نمشي انه هذه الفليكس هي الفليبوليث وياها هذا بدنا نشوفه اذا تحبين ودن الهايبر سبكوتينوس هايبر دن شنو تعتبريهن؟ يعني الفليكس اللي موجوده هاي مال فليبول اللي يسموها استاذ لا غير الفليبول هذه هي انجيو ديسبليجيا يعني هو احنا راح نمشي يا اما في كابيلاري او فينوس هو التايبس مالته انه في كابيلاري وبي فينوس وبي ميكست يعني هاما تعتبريهم؟ نعم العفو امر توماس هو الدكتور هي هاي يصير يعني شلون خلينا نقول الباريكوستي هو الفين كله يصير دايليتد تورتشوس فهو يعني هو بين اكو السكوتينس اللي هو يعني الكابيلاري تايب انه هي اللي تصير دايليتد و
هنا أنا كلش بينت إنه هي vascular structure. زين شو يصير للمريض؟ هم عادة يعني هو يجي sporadic بس قسم يجي منهم إنه عندهم family history بس والغالبية مالته sporadic يعني يجي incidental. إذا أنت سألي على family history مو صحيح؟ family history إيه family history. بس هو يعني اللي أذكر إنه mostly هو يجي يعني sporadic الإبيديمولوجي مالت إنه يعني presentation مالت. فنحن right. بينت عندنا vascular إنه structure بس نبقى إنه يعني لازم نعرف إنه هو كابيلاري أو أصور هو هذه يعني بالألتراساوند يعني بالدوبلر يكملوها إنه هو أكو نوع بي كابيلاري وأكو نوع بي فينوس وأكو نوع بي ميكست يعني كابيلاري وفينوس. بس أريدك دكتورة يسر تقولي لي ال 2 3 causes of lymph discrepancy. lymph discrepancy احنا عندنا بالبيدياتريك جماعه السليبت ابيفيزيال يعني هذا السليبت كابيتال ابيفيزيز اللي يصير عندهم شورت لمب فيصير اكو discrepancy باللينك. جماعه الليمفاتيك همينه اللي هو الليمفانتنزم اللي هو يصير عندهم اللارجمنت فتصير الليف لارجر. يعني اذا اكو هيستوري اوف تروما او دي دي اتش اللي يصير عندهم هم فيصير عندهم شورتنينج بوحده من الليم. كونجنتال يعني هي المفروض ولو دي دي اتش يعني مو كونجنتال يصير ما اعرف والله دي دي اتش مو كونجنتال؟ لا هو يعني هو مو دي دي اتش اما كونجنتال اما بيرث تروما يعني قصدي مو انه كونجنتال سو دي دي اتش من اسمه بابا من اسمه دي دي اتش ديسبليجيا بت ديسبليجيا اوكي شكرا يوسف شكرا بابا شكرا نروح على دعاء عبد الحميد. دعاء دعاء عبد الحميد صباح الخير صباح النور. اعطيني 2 3 causes of enlarged ment of a limb والموس كمان تمام. يعني انا فكرت الاشياء اللي هم اكو هاي الكونجنتال سكليتال ديسبليجيا دول يا جماعه الهيميناليا اللي هي ممكن يجي وان سايد او ممكن يجي مثلا بس بالبروكسيمال او بس بالديستال يعني بارتس من الابر واللور لمز هي بيها سبيكترم يصير لهم يعني different segments of shortening أو elongation يعني ممكن تكون وان جهة هي short والجهة الثانية تبين normal وممكن لا بالعكس تكون وان جهة كبيرة. بس يعني الموس كمان اللي نعرفه إحنا الموس كمان بابا إنه one limb is larger than the other أول ما fibromatosis والneurofibromatosis خلي fibrosis dysplasia يعني ممكن الفانتياسيز يعني إيه مو صحيح هم كي جي وان يعني هذني نخلينا on the top of the list هاي يعني بالdifferential diagnosis موجودة يعني أوكي your opinion على هاي الكيس. والله عمي أنا قاعد أشوف هو أكو discrepancy بال يعني واضح. بالبون وبالمصل بالضبط بالبون وبالمصل إحنا يعني من لأنهم بون ومصل فرح نفكر بشيء systemic يعني أكثر مما أنه هو بس just a bone disorder يعني مو بس أكو elongation بالبون وأكو طبعاً vascular anomaly الvascular system يعني أكو واضح إنه هاي subcutaneous subcutaneous vascular lesions اللي هي either هي capillary hemangioma or either هي varicosities يعني وهم اثنين عندهم يعني نفس ال element إنه هو vascular anomaly أو dysplasia فيعني هو البيكتشر كلها تمشي ويا انه شكله سندروم فعلا هذا الكليبل التنوي احنا شايفين مرتين يمكن مع انه هو رير بس شايفين يمكن حتى مرتين قدمناه بميتنج سابقه اخلي على بالي انه ممكن البيشنت يكون عنده another side of bleeding لانه هاي الكابيلاري هيمنجيوما ممكن تصير بالفيسرال ستراكشرز يعني ممكن تصير بالبلادر ممكن بالجي اي تي يعني فممكن يكون عنده يعني other findings إذا ممكن إنه يحتاج إنه نسوي له فحوصات أخرى أو by history. إذا خليتي يعني. كليبلتريني سيندروم اللي هم شو صار عندهم دولة بابا؟
اي صار عندهم هو الديسكريبنسي انه one limb is enlarged bone and muscle, ويصير عندهم الفاسكولار مالفورميشن هي ممكن تكون بها سبكترم مال كابيلاري وفيناس. صح, يعني different vascular anomalies. A correlation ويا النيوروفايبروميتوسيس, a co-association قصدي سندروم نفسها. اي اكو ممكن يصير ويا النيوروفايبروميتوسيس, ما عندي فكره, ما عندي فكره انه لا اكو association للتو سندروم. شكرا دكتوره الدعاء. شكرا دكتوره فاطمه. أخير التعليق نأخذ من دكتورة فاطمة حتى نكمل ويا دكتورة رشا جبار الهاشمي. صباح الخير معك. يعطيك العافية أستاذ. دكتور إيه. بالنسبة للسؤال دكتورة دعاء, أكو أسوشيشن ويا الأنف؟ Yes, there is association with the NF in clitoral anatomy. دكتور, هو واضح من الصورة إن أكو همي هايبر أتروفي. فهمي هايبر أتروفي أول شيء بالأبروج لازم أشوف associated with vascular malformation or not associated. أما أنه هذه الكيس associated with vascular malformation فأني حطب بديفرنشيال يعتمد أنه يكون ويا فيستولة لو ما ويا فيستولة. إذا ويا فيستولة فأني طبيت على البروتياس سيندروم, إذا without فيستولة فأني بالكليبل ترينوني سيندروم. بالإضافة أنه أكو سيندرومات كلش هواية بها vascular malformation اللي هي غلوف سيندروم, سولمان سيندروم, هنا في المجموعة اللي يصير بها بعد لايبوما, كابيلاري مالفورميشن. هذا البيشنت مثل ما تفضلوا الزميلات هي تتكرر حالات كليبر ترينوني وبعضهم صح سبوراديك, لكن لو هسه بالأخير أكو أسوشيشن ويا ميوتيشن بالكروموسوم 5 لذلك يتوقعون فاميليال وكليبر ترينوني. يعني حسب ما أتذكر بها انتشار بادية السماوة هواي كلش أكو كيسات تجي من هناك وبالفعل فاميليال. ما عندي بعد شيء, مجرد انه هو هذا البيشنت تريتمنت مالتهم ما بيها كيور, تعتمد كلها على الكومبريشن بسبب الـ يعني النت هذه اللي موجوده من الفيزلز, فاي تريتمنت ما حتفيدهم, كلها كيورابل تريتمنت. لازم نشوف اذا اكو سبلينيك مالفورميشن, فاسكولار مالفورميشن, ليفر مالفورميشن, جي اي تي, لان هاي كلها اسوشيشن صح ويا هذه السندرومات. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. بس عندي سؤال إليك أخير. الهمي هايبرتروفي ممكن نشوفه بالأكروميجالي؟ ممكن نشوفه بالأكروميجالي. المفروض الأكروميجالي هو سيستماتيك. إيه؟ إذا صار يصير هو بس أسيمتريكال. أسيمتريكال. بلي. أنا أتوقع ما نشوفه بالأكروميجالي لأنه الجروث هرمون يعني بايلاترال سيمتريكال. اي بايلاترال سيمتريكال. اوكي شكرا جزيلا دكتوره فاطمه عشتيديج. نروح على دكتوره رشا تحكي لنا بابا على السريع على الكيس ونروح على التوك بيتي لا تاخرينه ان شاء الله. عندك 10 دقائق كملي ان شاء الله. عن هذا البيشنت عمره 9 سنوات اجى وذ رايت لو ليمب هايبر صوت بابا. عمي هذا البيشنت عمره 9 سنوات اجى with right lower limb hyperatrophied وكان عنده extensive varicosity بالright lower limb. من فحصناه بالدوبلر شفنا الvaricosity extend to the gluteal region, the scrotum, the perineum واللور limb كلها حتى الافر رايت سايد يعني حتى بالفوت كانت اكو. بالفحصنا MRI وشفنا انه اكو involvement بالmuscular compartment يعني هذا الvascular abnormality بالmuscular والsubcutaneous tissue. بالCT scan شفنا الفلو بوليث بالهيمنجيوما واضحة وال extension ماتي distribution of lesion همينة واضحة بالكورونال. سأذني شنو قل لهم للطلاب ذني شنو بابا حتى ما ينسوها دكتورة رشا. أشرح الليجن. أوكي خلي. إن شنو إن ذني الليجن هذه حتى تبقى بالهم بابا. أوكي يعني مجرد varicosities لو شنو. نعم هذا البيشنت هسه عنده multiple varicosity موجودة بالمزنتري. العفو بس خلي حمد يعني خلينا نقول peripheral venous malformations تعتبريها لو شنو هذني؟ اعتبروها إنه هي venous malformation هذا patient. venous malformation. إيه عمي وشان عنده أكو فد سبوت يعني صغيرة كانت بالسكن أنا ما صورتها. فقالوا هذه الكوتينس هي الكابيلاري اللي هي البورت واينستين كانت لونها تقريبا purple in color. بعد. عم هنا نشوف بداية ال varicosity هذه عندك varicose vein هذه بالglottal region. ها
هذه هي نفسها بالبيوتير ريجن. مثل هاي الباريكوز فينز، مثل هاي الباريكوز اللي اكوايرد، يعني مثل هاي لو لها يعني تختلف قصدي، يعني مثلا من ناحيه هذه مال باريتروفي بالوول مال الفينز وياها انجيو ديسبليجيا وياها فتشي، يعني بس هذا سؤالي. يعني احنا هذه مثل الباريكوز العاديه اللي نشوفها دورات يجون ابواري وهذه لو شنو؟ عمي هذه congenital malformation بالفينز فصار dilated، مسوي المسكولر هايبر اتروفي اللي صار هم بسبب الباريكوسيتي لانه اكسسيف صاير انه بلس سبلاي هوايه. اي فنشوف الديسكريبنسي واضح بيناتهم بين الرايت وبين الليفت. الفليبوليث همنا نشوفها واضحه، هذه بداخل الهيمنجيوما، هذه داخل المصل، هذه وحده، واكو بالسبكوتينس تشوفها همنا هوايه. هذه يعني هذه من السبكوتينس تشو. الشيء الواضح انه بالارتيريال فيس ما صار شيفتنج بالكونتراست من الارتيريال للفينس، فاستبعدوا انه اكو ارتيريو فينس مال فورميشن اللي تروح ويا البارك ويبر سيندروم، فهذه تبقى ويا الكليفرتينوري ويبر سيندروم. ما اكو دي فينس ابنورماليتي، ماكو اي في ام، يعني هي مجرد هنا عندنا كابيلاري اللي هي بالكوتينس وعندنا فينس ابنورماليتي اللي هي باركوس فين. اوكي وبالام ار اي عمي هذا بالتي 2 تي ستير او بالتي 2 تنطي هاي سيجنال هذه لان هي سلو فلو بالفينس ليجن في داخل المصل بالمقارنه بالنورمال سايز، شوف انه هاي سيجنال انتنسيتي انطت داخل المصل بالسبكوتينس تشو. زين سكروتال باريكوسيل صار عندهم دوله؟ يا عمي هذا عنده هذا البيشنت اي عنده كان بس اون ذا سيم سايد مو بالرايت سايد عمي بس ابسيلاترال اي هذه كلش واضح. اذا هذا باثولوجيكال يعني فاريكوسيل كلش واضحه حلوه نعلم بينه هو ميل واضحه. اوكي نروح التوك بنتي رشا. اوكي يلا بابا عمي ضيعت صورة يمكن؟ نعم طالعة واضحة تفضلي. كليبل تورناني ويبر سيندروم or other name have multiple names مثل angio osteo hyper atrophy syndrome congenital dysplastic angiopathy. It's very rare congenital malformation بال blood بال lymphatic vessel. Also there is abnormal growth of the soft tissue and bone tissue considered as a common uncommon type of phacomatosis. In most of cases, غالب بتكون sporadic, but some cases have family history of case carry autosomal dominant inheritance, but there is no gender or racial predilection. This syndrome have a clinical trait of feature اللي هي local gigantism أو limb overgrowth ممكن الكمان اللي هي lower limb بس ممكن بالupper limb. The port wine stain أو هي cutaneous capillary malformation. The venous malformation وكمان اللي هي varicose vein. The diagnosis of this syndrome usually made when two of these three features are present. Some cases have other presentation من عدل bleeding, then GI bleeding أو hematuria بسبب bladder involvement or genitourinary أو genital يعني vaginal bleeding. Patient usually present in infancy, يجون unilateral and typically affected one limb, commonly lower limb بس ممكن تكون بالupper limb. Capillary malformation may be absent in the atypical form. It may be diagnosed in utero by intrauterine ultrasound as early as 15th week of gestation. يشوفون limb hyperatrophy and associated subcutaneous cystic lesion مثل هذه الصورة multiple cystic lesions. هاي بالفيمر بالثاي هذا هو right femur of baby of fetus intrauterine will color dominant blood vessel. Other feature ممكن نشوفها بالintrauterine ultrasound fetal hydrops or polyhydraminous. Sign and symptom mainly hyperatrophy اللي هي enlargement of extremity سببها bone elongation or soft tissue hyperatrophy or both of them. Often manifest as leg length discrepancy. Also any limb may be involved as in this patient involved the upper limb.
capillary malformation or report wine stain هي most common cutaneous manifestation of Klippertin-Weber syndrome. Typically capillary malformation involve the enlarged limb. يعني كلهم الهايبراتروفي الباريكوستيك capillary malformation in the same limb. The lower limb affected in about 95% of patients. Sometimes this capillary malformation may grow rapidly and lead to type of consumptive coagulopathy اللي يسموها كسب أخمر السيندروم أو يسموها هيمنجيوما ثرومبوسايتوبينيا جينا rapidly growing vascular tumor راح يسوي severe thrombocytopenia أو microangiopathic hemolytic anemia ممكن يسوي consumptive coagulopathy. The severe cases ممكن يسوي DIC وراح يكون life threatening disease in infant. الباريكوستي أو الفينوس مالفورميشن present in the majority of patients with this syndrome typically seen in the lateral side of the affected limb. الفينوس مالفورميشن ممكن يكون بالسوبرفيشال فينوس سيستم أو بالديب فينوس سيستم. بالنسبة للسوبرفيشال فينوس سيستم الابنورماليتي range from اكتازيا of a small vein to persistent embryological veins مثل السياتيك vein أو lateral marginal vein of cerebral and large venous malformation. بالنسبة للديب venous system abnormality ممكن يسوي aneurysmal dilatation, ممكن aplasia أو hypoplasia أو duplication بالديب vein أو يسوي incompetence بالديب veins. This patient in axial CT we see multiple varicose vein in subcutaneous tissue, intramuscular, flebolith of hemangioma, and may see complication, مثل هنا thrombosis and seen in the popliteal vein, and this thrombophlebitis نشوفها بهذه thickened wall vein. This 33-year-old female at a hemianic lipotrinary-Weber syndrome شوف البورت واين ستين بالليفت سايد اوف ذا لور لم الهايبراتروفايد بالامراي بالتي 2 هذه اللي multiple lesions بالسبكوتينوس تشو انترامسكولار مقارنها بالنورمال سايد give high signal intensity as these lesions is slow flow فراح تنطي high signal هذه بالكورونال وبالاكزيال also subcutaneous intramuscular associated with hyperatrophy of ipsilateral side. The scanogram made for this patient for measurement of leg length discrepancy حتى يشوفون ال discrepancy between the length of bone. In this patient about 1.5 cm discrepancy between the right larger than the left side. Patient with this syndrome have many skeletal abnormality. Bone elongation is commonest. راح يسوي limb length discrepancy. Also seen in this X-ray, نشوف cortical thickening, soft tissue thickening, and multiple flebolith seen in this patient. Also here. Sometimes this varicose channel may cause bone erosion, as in here with distal thigh or proximal tibia. This in axial erosion, cortical erosion of bone due to varicose channel seen here. And sometimes this varicose channel extends intramedullary into the bone, as seen here. Other finding that secondary to leg length discrepancy, this abnormal gait for the bone due to enlargement of this side, حيسوي abnormal gait اللي راح يسوي many complication in this patient. هنا أنا مثلا مسوي scoliosis for patient. ممكن يسوي joint disease, degenerative disease, osteopenia, or sometimes يسوي dislocation ipsilaterally, commonly بالhip joint of the affected side due to gait abnormality. الهايبروستاسيس فرونتاليس انترنا اللي هي يصير enlargement of the inner table of the frontal bone also have association with this syndrome. Many visceral manifestation also associated. GIT تقريبا 20% البلينك هو most common symptom and range from occult bleeding to massive bleeding اللي يكون life threatening hemorrhage وممكن complicate consumptive coagulopathy DIC. The common site هو distal colon والrectum بس ممكن نشوفها بالجوجنوم وهذه ال picture يعني superficial varicose vein بالrectosigmoid region of this patient.
هذا الريكتوس سيجمويد اريا صاير بيها يعني مارك وول ثيكنينج بسبب الفاريكوس فين او بسبب الفينوس ابنورمالتي، وهذه ملتيبل فليبوليا تشوفها هما بسيلاترال عندنا فاريكوس فين بالسبكوتينوس تشو. اليورينري بلادر هي اوسو انفولد، هذه ملتيبل فليبوليا موجوده بالوول اوف ذا بلادر. السبلين here we have multiple splenic hemangioma، هذه نشوفها بالالتراساوند. بالMRI انطت multiple lesion with high signal intensity، وهم نفس السيجنال او نفس الليجن نشوفها بالانتيريور chest wall of this patient. Genitourinary tract involved in more severe cases. كمان presentation بسرعتهم gross hematuria اللي تكون هي recurrent and painless، وهي الفيرست sign شوفها عند البيشنت اللي سرعتهم bladder involvement أو venous abnormality frequently manifest early in life. ممكن سرعتهم renal hyperatrophy venous enlargement occur ipsilaterally للaffected side. Genitalia may involve also but not cause a clinical problem for patient with Klippel-Nonnenweber syndrome. However some patient who report erectile dysfunction have abnormal penile veins. This patient and the hyperatrophy and the varicose vein of this side also have multiple varices and fibroblasts in ipsilaterally in the scrotal sac. CNS abnormality بالacute setting patient ممكن يجون عندهم seizure, mental retardation, headache، يكون عندهم numbness، وأكو wide variety of findings seen in the brain. ممكن يجون microcephaly, macrocephaly, mega encephaly, cerebral with spinal AVM, hemangioma, fistula, orbitofrontal varices, angioma in a brain stem, ممكن infarction, internal carotid artery abnormality, circle of Willis malformation and anomalies of the optic nerve. The ocular abnormality also may seen in this patient but not common مثل anophthalmos, conjunctival telangiectasia, varicosity in the retina or choroidal angioma. هذا patient 18 months with Klippel-Nonnenweber syndrome. هنا عنده بالسيتي بلين سيتي وكونتراست مارك سيريبرال اتروفي عند اكستنسيف سيريبرال بارينكايمال كالسيفيكيشن بالام ار اي كروس بوينت extensive area of low signal intensity شوفها بالMRI. After contrast is a prominent enhancement of choroid plexus angiomatous leptomeningeal enhancement we see. Radiological protocol for diagnosis of such syndrome began with a CT scanogram إنه هو most accurate method أكثر من ال conventional radiograph حتى يحسب ال limbless discrepancy between the normal and the affected side. ال MRI خصوصاً ال T2 وال T2 stair ال MR arteriograph and venograph image for depiction of ال deep extension of low flow vascular malformation يعني ال extension مالتها لل المصل للأجسنت تيشو للبيلفيس اللي شوف البون والسوفت تيشو همنا هايبر اتروفي. ممكن لأنه البيشنت اسوشيتد وذ اذر سكيليتال ابنورماليتي فيسوي السكيليتال سيرفي للفوت للهاند للسباين للانتيريور للتشست وول بصورة عامة لللونج بون. Other additional radiological tool يسوي الابدومينال التراساوند فور مثلا اذا مزنتريك فاريكوسيتي الام ار اي للنيك سي تي ابدومين اند بيلفيس. الانجيوغراف there is typical angiographic finding اللي نشوفها ممكن بالانجيوغرافي او بالسي تي كونتراست او ام ار اي include lower leg superficial varicoid drainage without deep venous system. هذا مثال عليها هو المارجنال فين اوف سيرفيل اللي يعتبروه باثوجنومونيك فايندينج اوف Klippel-Nonnenweber syndrome. هو امبريولوجيكالي persistent فين واوفن اذا شفنا هذا الفين اوفن اسوشيتد وذ دي فينوس سيستم مالفورميشن كمان للهايبوبليجيا او ابليجيا. اتس بريزنس اليرت فور ذا بوسيبيليتي اوف Klippel-Nonnenweber syndrome. هذا هو اللاترال مارجنال فين اوف سيرفيل لدرينج مالته يروح لل كمان اليك فين. هنا ملاحظة مهمة for pre-operative
يعني مابينج يسووها للديب والسوبرفيشال فينوس سيستم قبل ما يسوون اي انترفينشن فور سوبرفيشال دايليتد كولاترال، لانه سم تايم يعني اذا اكو فد هايبوبليجيا اور ابليجيا بالديب فينوس سيستم وسووا انترفينشن للدايليتد سوبرفيشال كولاترال الكونديشن بيكم مور ويرس، الساين والسيمتوم عند البيشنت راح تكون مور ويرس. ف البري اوبراتيف مابينج فور ديب فينوس سيستم از فيري امبورتنت. This syndrome have many complications بسبب الستاسيس of blood ممكن تسوي infection, cellulitis, thrombophlebitis. The thrombosis is very common, venous thrombosis that may complicate and then congestive heart failure. GIT and genital urinary hemorrhage may be يعني complication مهمة. Or sometimes قلنا إذا صار rapid growing of this capillary malformation ممكن راح يسوي كاساباخ-مارت سيندروم اللي هي danger complication, life threatening complication. موجودة موجودة قاعد عندي خلل الظهر. يلا اوكي. التريتمنت اوف بيشنت الماجوريتي اوف كيسز كونزرفاتيف تريتمنت يستخدمون جريدد كومبريشن اما ستوك او نيماتيك كومبريشن فور ذا لارج اكستريميتي. ذس يعني هذا دايجرام فور ذا تريتمنت هي للكومبلين اوف بيشنت كابيلاري مالفورميشن ممكن يسوي السيريال ليزر اذا ما فاد يبقون على الكونزرفيشن. الفينوس مالفورميشن شوف اذا دي فينوس سيستم اذا كان انتاكت يبقون على السكليروثيرابي فور مالفورميشن بينما اذا ديب كان يعني انفولفد وابن normal fair يكون على conservative. limb enlargement also conservation. treatment of complication للألسر والبليدينج أيضا يشوفون الـ deep venous system إذا كان intact وما بيشي فيسوي له surgical مثل debulking for يعني الألسر. أما إذا كان لا involved فيكون على conservative management والcompression. leg length discrepancy إذا كان قليل أقل الواحد ونص close observation إذا واحد ونص إلى اثنين أو sometime بالorthopedic يقولون لحد 3 أو 4 cm فيبقون على الأورثوتيك إنسول أو هما يسموه دبان حتى يعدل يخلو جو الرجل الأقصر حتى يعدل الطول. وإذا كان أكثر فممكن يستخدمون ماني سيرجيكال بروسيجر اللي هي إبيفيزيوديسيز يسوون فيوجن بالإبيفيزيال جروث بليت أو كليبس مثل هذا البيشنت يسوي كليبينج للجروث بليت فيوقف الجروث بالأفكتد سايد أو أليزاروف تكنيك أند أوستيوتومي حتى يقللون الجروث أوف ذا أفكتد لمب. السوفت تيشو هايبر أترف ممكن يسووا لها إكسيجن stripping of superficial varicose vein. Differential diagnosis of disease syndrome have hyperatrophy and vascular malformation include Park-Weber syndrome اللي هي تقريبا نفس الفيتشر of Klippel-Trainer-Weber syndrome لكن اكو AVM اكو arteriovenous malformation. Isn't this patient صار shifting of contrast في arterial into the deep and superficial veins فهذه Park-Weber syndrome. سيرفيلي مارتول مارتوريل سيندروم اللي هم كاركترايز باي ليمب هايبر اتروفي اوينج تو فينوس اند ريرلي ارتيريال مالفورميشن. بس الشيء المهم عندهم اكو هايبوبليجيا اوف ذا بون وشوفها بالاكس راي هايبوبليجيا اللي هي قلنا عند تي بي راديا سوري. كلوف سيندروم اكرونيم كونسيست اوف congenital lipomatous hyperatrophy مثل هذا البيشنت بالإكس طلع أنه هذه lipomatous hyperatrophy بالأمراي also vascular malformation epidermal nevi skeletal and scoliosis or spinal anomalies هنا عنده vascular malformation spinal and paraspinal Clove syndrome reference. Thank you.